أبو الحسن الفرياني يقول يخاطب ابنه: يا بني إني قد كبرت وأشرفت على الموت وصدقت نفسي على المسلمين، فإن أمكنتك الفرصة في هؤلاء النصارى، ويقصد بهم النورمان المحتلين، فانتهزها ودعني أقتل. إذن أبو الحسن الفرياني شيخ مدينة صفاقس ضحى بنفسه، دفع نفسه قربانا من أجل تحرير هذه المدينة من الاحتلال النورماندي. مرجان الحاج الشيخية كذلك تضعوا على ذمتكم هذه اليومية. الرزنامة هذه فيها خاصية أنها رزنامة صفاقسية بالأساس، الأشهر اللي فيها هي أشهر بلهجتنا صفاقسية. شكون يعرف الخافي؟ شكون يعرف أمنا عايشة؟ شكون يعرف شر البلاد؟